تعالي نشوف ماجدة عندها 60 سنة وفي خطوط واضحة في الرقبة وعندها مناسبة قريبة جدا، فهي بتقول هل تلحق تاخد أي حاجة، تعمل أي حاجة قبل المناسبة؟ بصي يا استاذه ماجده، انت دلوقتي عندك 60 سنه، 60 سنه يعني في تهدد بجد. فالتهدد ده انا محتاجه حاجتين فيه، محتاجه ان انا اشد بالخيط. بالخيط لازم. يعني انا ممكن اعمل جلسات تانية بديله بس مش هتجيب الريزلت بتاعت الخيط. اوكي. فلازم في شد بالخيط. اوكي، يعني هنا في الحاله دي ما دام 60 سنه بتستعملي لازم. والبلازما جات ما بتجيبش نتيجه فيه خالص. لا 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 خالص، لازم لا لا. لازم اشد بالخيط عشان هيبقى فيه ترهل كتير، فاهماني؟ عندي حل تاني ليها، عندي اوبشن تاني شد هقول لكم عليه بقى في حاجات تانيه في اخر الحلقه. طيب مفاجاه. بصي ريم بعتها، ريم بالنسبه لي انا ده اهم سؤال. هي ريم فرحها قريب وعندها اماكن غامقه في جسمها، فبتسال ازاي تفتح الاماكن دي في الوقت القصير ده. فرحها امتى؟ ما قالتش، بس هي قالت فرحها قريب يعني. طب بص يا ريم، دي اسهل حاجه في الدنيا على فكره. انتوا بتبقوا قلقانين ومتوترين ومش متخيلين انها ترجعوا تاني، والله بترجعوا نفس لون جلدك القديم. الموضوع سهل جدا بالنسبه لاي، بالنسبه للجلسات بتاعتي انا ببتدي اعمل جلسات تفتيح او تقشير وبترجع لون الجلد طبيعي تاني. معلش انا ده السؤال بتاع ماجده، لان دي الحاله بتاعتها، هي 60 سنه وبعدين هنا استعملتي الخيوط، هنا الخيوط بانت خالص يا هبه. بصي بانت، ده لا هنا الحاله إيه ده انت صغرتيها ولا 30 سنه. الحاله دي بالذات خدي بالك عملنا لها خيوط، مش بس خيوط وفيلر. شفتي الفيلر؟ شايفه جمال خدودها كمان. الله. كمان ادناها، عملنا لها حوالين عينيها بالبلازما جات، شايفه عينيها؟ إيه؟ لا لا، البيشن دي احنا اشتغلنا عليها. انت رجعتي عروسه تاني حقيقي. اللي يشوفها ما يتخيلش ان ده بيفور، وده بتاعها، يعني البيفور ده بتاعها اصلا. واو بجد. لا بجد، وحتى عينيها عارفه هنا الجفن كان نازل، كان نازل برضو يعني سقط على عينيها. اشتغلتي على كل حاجه، كل حاجه، حتى جلسات النضاره يا جماعه انا اشتغلت معاها كمان جلسات نضاره. وخدوا بالكم في انواع من انواع الثريدز بحطها تعمل نضاره برضو طول الوقت عشان تبقوا فاهمين، يعني انواع من انواع الخيوط. اوكي، فبجد لا هي حاله حلوه قوي. انا بصراحه مبسوطه قوي.